للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي الخبير الاقتصادي والاستثماري أسامة معين. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. يعني نتحدث عن أهمية دور التحكيم التجاري في تعزيز الاستثمارات في دول مجلس التعاون. يا هلا ومرحبا ومساكم الله بالخير. الله يسلمك. تفضل أستاذ. طبعا لو تكلمنا على المركز يعني للسادة المشاهدين المستمعين، طبعا هذا المركز لأهميته تم تأسيسه في المنامة عندنا في البحرين في عام 95 من ذاك الوقت، وهو طبعا صدر بقرار من أصحاب الجلالة وقادة مجلس التعاون في عام 93. طبعا من ذاك الوقت والمجلس يتطور بشكل كبير ليتماشى مع التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي بكافة المجالات في دول مجلس التعاون. وطبعا هذا التطور أدى إلى أن تزداد الثقة فيه، وطبعا العديد من المؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة إلى المهنيين وغيرهم ينضمون إلى هذا المجلس منذ ذاك الوقت، حتى أصبح طبعا سمعته ممتازة ويفضل أن يتجه إليه في الكثير من المنازعات. طبعا أهم شيء سواه هذا المجلس أو هذه المركز هو تعزيز التعاون بين، وهذا أهم شيء إنه هو تعزيز التعاون بينه وبين مراكز وغرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى وزارة التجارة، وبالإضافة طبعا إلى وزارة العدل في كل الدول مجلس التعاون، لأهمية هذا المركز في حل وفض المنازعات التي قد تنشأ من حين إلى آخر. طبعا التحكيم عادة يوفر وقت كثير، يوفر جهد، يوفر مصاريف كثيرة بالدخول في دعاوى قضائية وغيرها. فطبعا القضاء على وزارة العدل تحت تحيل العديد من المنازعات إليه، لأن ثبتت الثقة به واعتمد عليه من حيث النزاهة طبعا واستقلاله، لأن كل الموجودين فيه مستقلين، ويتفق الأطراف المتنازعة على المهنيين الذين يحكمون بينهم، فهذا يفض المنازعات بشكل سريع. وهنا أوجه إلى أن دول مجلس التعاون مرتبطة تماما بهذا المركز، لأنه عندما أنشئ طبعا من أهم قراراته أن الأعضاء مجلس إدارته أو الأعضاء الذين يديرونه هم عضو من كل دولة من دول مجلس التعاون، أي أنه يرتبط مباشرة بصناع القرار في دول مجلس التعاون الستة، ويرتبط بهم عبر هذه المجموعة. وهنا تكمن أهميته أنه الحل أو الوسيلة الأكثر نجاعة لإيجاد حلول مهما بلغت درجة تعقيد النزاع، مهما كان النزاع، لأن في هناك مهني، يعني إحنا نتكلم عن القضاء، القضاء القاضي هو يحكم طبعا بحسب القانون، ولكن عندما تتحول القضية إلى عملية مهنية فإن الأهم أن يكون هناك أشخاص متخصصين في هذه المهنة أو في هذا العمل كي يحل هذا النزاع مهما كانت درجة تعقيده وبمراحل أبسط. طبعا وهذا يعزز الاستثمار بين كل دول مجلس التعاون، ويعزز أيضا الاستثمار الخارجي فيها. يعني إحنا اليوم لما نتكلم عن استثمارات خارجية تأتينا إلى دول مجلس التعاون، الاستثمارات هذه من أهم الأشياء التي تركز عليها من نواحي المخاطرة هو القضاء، هو التحكيم غيره، هذه أشياء مهمة جدا. فنمو مجلس أو مركز تحكيم تجاري مثل هذا في هذا الوقت المهم جدا من حيث التطور الحادث في كل دول مجلس التعاون هو شيء مهم جدا. وكان هذا القرار قرار صائب جدا، بدأ من بدايات التسعينات إلى أن تطور إلى ما هو عليه الآن. وطبعا وترتبط هذه يرتبط المركز بكافة القوانين والتشريعات الموجودة في كل دول مجلس التعاون، وأعتقد أنها معظمها بأغلبيتها متشابهة كقوانين، لكن يجب أن تطبق بالشكل الأمثل والأفضل
من حيث هذا المركز. فإذا المركز هو عامل مهم جدا في جذب الاستثمارات وأيضا في ارتباط المستثمرين والاستثمارات بين دول مجلس التعاون، بحيث أن المخاطرة تكون أقل جدا من حيث التنفيذ القوانين الموجودة عندنا. نعم، الخبير الاقتصادي والاستثماري أسامة معين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.